السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات الأعزاء، أشكركم على ثقتكم الغالية وعلى أسرتنا الجميلة اللي هي قربت تبقى 10,000 مشترك. حاجة جميلة جدا إن يكون لك أسرة مكونة من 10,000 أخ وأخت، كلهم بيسعدهم إن هم يشوفوا إيه اللي أنت قدمته ليهم. على فكرة الصورة اللي فوق دي صورة ابن محمد وبنته مرام، وهو بيوريها زهرة اللي هي بيقولوا عليها عباد الشمس، واحنا بنحاول نغير الاسم ده إلى عباد الله سبحانه وتعالى. الموضوع الأيام دي شغال على إزاي تحصل على فيزا لتركيا علشان تتعلم. إذا كان معاك ثانوية ممكن تعمل بكالوريا أو بكالوريوس، إذا كان معاك بكالوريوس إزاي تعمل ماجستير، إذا كان معاك ماجستير تعمل دكتوراه. والحقيقة نشر كذا فيديو زي ما حضراتكم شايفين ده، دي والفيديو ده ده حضرتك، وفي فيديوهات تانية إزاي فتح التسجيل في المنحة الدراسية. وحاطط يعني وفاجأ بإن في إخوة بيسألوا، بيجيلي أسئلة كومنت على كيف أحصل على منحة تعليم في تركيا، منح الحكومة التركية الممولة بالكامل شاملة كل شيء. الأخ أبو محمد سعيد بيقول لي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرغب في السؤال، هو بيقول: السلام عليكم بارك الله فيكم، أرغب في السؤال: هل يشترط عمر معين؟ لو مع بكالوريوس تربية إسلامية أرغب في بكالوريوس برمجة مع معدلي في التوجيه في الثمانينات، هل يمكن ذلك؟ وبارك الله فيك ووفقك الله لما يحب ويرضاه. طبعا يعني حاجة زي كده بزعل، لأن أنا أصلا سايب كل اللينكات بتاعت الموضوع ده تحت في الفيديو هنا. لو حضراتكم تكرمتم مثلا ودخلتم على الفيديو ده هتلاقوا فيه كل حاجة موجودة تحت زي كده. اما ننزل تحت خالص هنلاقي في الشرح الفيديوهات كلها اللي بتكلم فيها عن الموضوع ده، والتفاصيل السن والدرجات والشهادات وكل شيء، واللينكات والمميزات اللي انت هتاخدها علشان تقدم في التعليم، مميزات في السكن والتأمين الصحي ودراسة اللغة التركية وتذاكر الطيران رايح جاي، ومميزات الطالب زي بطاقة المواصلات المخفضة وبطاقة دخول المتاحف والأماكن الأثرية مجانا، وتاخد مصروف شهري لكل مرحلة دراسية مصروف مختلف. لو نزلت حضرتك يعني دي الفيديوهات كلها، الفيديو الأول الثاني الثالث الرابع، ولو نزلت حضرتك تحت كده هتلاقي الجامعات اللي هي الطب في تركيا وفي العالم كله، اللينك بتاعها: جامعة بوغازيتشي، جامعة بلكنت، جامعة سبانجي، جامعة الشرق الأوسط، جامعة كوخ. ومصدر المعلومات اللي أنا واخد منه المعلومات دي وكل معلومات أنت محتاجها علشان تاخد منحة مجانية في أي مجال حضرتك. فطبعا لو سمحتم ولو تكرمتم تدخلوا في التفاصيل يعني بتاعت الفيديو تحت، وانا هسيب لحضراتكم اللينك بتاع الفيديو ده. يعني هعمل كده، لا بلاش كده.